أخبار اليوم. الدول الثلاثة مسؤولة عن إسراع العملية الحالية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه من قادة الدول، والذي يجب أن تلتزم به الدول الثلاثة خلال عملية التفاوض. دعوني أسجل حقيقة إننا تأخرنا كثيرا في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في أغسطس 2014، والتي لا تتناسب مع الوضع الحالي فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ لموقع المشروع. ولذلك فإننا نأمل في معالجة ذلك طالما توفرت لدينا الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية في تجاوز المرحلة الحالية من خلال التعجيل بطرح بدائل تكون قابلة للتنفيذ. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل، وفي المقابل فإن مصر بتتمسك بحق شعبها المكتسب والتاريخي من مياه